السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غدا نتشارك معكم 4 ديال الوصفات لدهن الخبز الصباح، كتعجب الكبار والصغار، خاصة الصغار لأن غادي نديرو فيهم الكاكاو إن شاء الله. أنا هادو وجدتهم لولادي، أتمنى إن شاء الله تربوهم تردوا عليا الخبر كيف العادة. وبسم الله على بركة الله نبدأ إن شاء الله بالفيديو. اول وصفه غدا نبداو بها هي ديال الكاوكاو. عندي هنا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي مغسول ومحمص. دائما حمصوا المكسرات على 130 ولا 140، يعني على حسب الفران ديالكم، كنشعلوه من التحت ومن الفوق، غير كتنقصوا عليه، ما تجهدوش هكذا باش كيتقرمش لكم حتى من الداخل. هنا بالنسبه انا وريتكم هنا الروبو، بالنسبه للاخوات اللي بغاوني نوريهم الروبو ديالي كيفاش داير، ما كنبينوش لان كنحطو في واحد البلاصه ما كنحولوش. دابا انا حولته هنايا هاد البلاصه اللي كنصور فيها باش نلبي الطلب ديالكم. بالنسبه اللي بغى يشوف يعني يشوف التفاصيل عليه، انا نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، تدخلوا شوفوه كيفاش داير. راه ممكن تلقاو، راه الاخوات تلقاوه في السوبر مارشي، يعني كيكون كيتباع في لي سوبر مارشي. بالنسبه لهنا زيت الزيتون، استعملت 60 مليلتر ديال زيت الزيتون. حاولوا تاخذوا شي زيت زيتون اللي ما مجهداش بزاف. هنا بالنسبه للعسل، انا استعملت العسل ديال لاكاسيا، نتوما استعملوا العسل اللي توفر عندكم، قدروا تستعملوا تاع عسل ديال الليمون. القياس ديال العسل الحلاوه كتستعملوا نتوما يا على حسب الذوق ديالكم، يعني ممكن ديروا دبس التمر، ممكن ديروا اي حاجه تحليو بها، راه حتى الخروب كيحلي، غير هو ما نكثروش بزاف في الوصفات لان الا كثرناه تيطلق واحد شويه ديال المروره، كنديروا غير بالقياس. هنا غدا نزيد واحد ملعقتين ديال السمسم او حبوب سمسم او زنجلان اللي حمرته، كنغسلو وكنحمرو، راه فايتة تشاركت معاكم كيفاش كندير ليه. كنحمصو حتى هو على درجة الحرارة اللي تكون ما تكونش مجهدة بزاف، يعني 130 او 140. هنا غدا نزيد معلقة ديال الكاكاو المر، وغدا نزيد هنا معلقة ديال الخروب اللي اختيارية، يعني الا بغيتو انا غنزيدها على ود المذاق فقط، لان عجبهم ولادي عجبهم الخليطه ديال، خاصه ولدي الصغير عجبهم الخليطه ديال الكاكاو مع الخروب، لان الخروب كيعطيه واحد المذاق. صافي هنا كنخلط مزيان، داك الزنجلان ملي كيكون محمص كيعطي واحد القرمشه زوينه. هاد لاباطا تختيني او هاد الوصفه هذه كتجي بنينه بزاف. مهم انا غنزيد واحد الرشه ديال الملح، الرشه ديال الملح الا بغيتوا راه تقدروا تزيدوها في ملي تكونوا كطحنوا، غير باش توازن المذاق. صافي، وهاد الوصفات هادو اللي غنشارك معكم اليوم كاملين كيبقاو على برا، ما كيداروش في الثلاجه، كيبقاو مده طويله، يعني يقدروا يبقاو حتى شهر بلا ما يوقع عليهم حتى شي حاجه، لان زدنا فيهم زيت الزيتون، وزيت الزيتون فيه فيتامين او كيحافظنا على اي حاجه زدناها فيه. ها كيفاش كتجي. هنا غدا ندوز باش غدا نحمر هنا الفستق اللي هو النوازات، البندق عفوا، البندق ماشي الفستق، البندق اللي هو النوازات، واللوز اللي هما لي زاموند. بالنسبه للقياس كلشي استعملت نفس القياس، استعملت 250 غرام ديال اللوز، انا حمرتهم في نفس الوقت ولكن غدا ندير كل وصفه بوحدها. دابا غنبداو بديال اللوز. اللوز قلنا كاين عندنا 250 غرام ديال اللوز اللي تا هي غسلتها وحمرتها، الا بغيتو راه ممكن ترقدوه الا بغيتو، غير هو كياخد لكم الوقت كتير باش يتحمر الا ترقد، يعني خصكم تكونوا موجدينها من قبل. المهم انا غير غسلتو هاد المره، ما رقدتوش، غير غسلتو وحمصتو لان ما كانش عندي الوقت. صافي، كيف شفتوا الطريقه ديال الطحن، راه كتبقاو تطحنوا بشويه بشويه، راه هذا هو المشكل ديال هاد الروبوات اللي صغارين، يعني راه كيطحن مزيان ولكن راه كياخد الوقت. يعني الا كان عندكم شي روبو مجهد على هذا، خاصه بحال تيرموميكس بحال ماجي ميكس، هذوك راه كيطحنوا مزيان، كيطحنوا يعني كديروا كميه كبيره وكيطحن لكم بسرعه. هذا راه كنبقاو يعني بشويه بشويه، يعني كنبقاو معاه نديروا معاه الخاطر حتى كيطحن لينا مزيان، يعني كتبقاو طحنوا وتحركوا طحنوا وتحركوا حتى كتحصلوا على النتيجه اللي بغيتوا. بالنسبه لزيت الزيتون هنا، لان اللوز غدا اللوز ماشي بحال الكاوكاو، هنا استعملت تقريبا 70 مليلتر ديال
ديال هذا ديال زيت الزيتون عفوا سمحوا لي. وبالنسبه للعسل راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. تقريبا انا استعملت لان هاد اللوز راه كيكون حلو يعني غير معلقه كافيه. مهم نتوما ديروا على حسب الذوق ديالكم. شفتوا انتم ملي رجعت طحنت كل شيء ولا الملمس ديالو رائع، شفتوا يعني ولا زوين. تقدر تخليه غير هكذا بحال املو، غير هو اللي عندكم ارغان. انا مبقاش عندي، بقى عندي واحد شويه كنديروا شلاضه. اللي عندكم ارغان فكيجي احسن حتى مع الكاكاو كيجي لذيذ بزاف بزاف. غادي نزيد هنا معلقه ديال الكاكاو يعني المر، معلقه عامره مزيان صافي. وغادي نزيد رشيشه ديال الملحه. بالنسبه للعسل مهم هادي راه قلتها غادي نعاودها عاوتاني، يعني مهم راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم يعني بلا ما نعطيكم القياس ديال الحلاوه. والانواع ديال المحليات استعملوا اللي بغيتوا. هنا عندي واحد تقريبا شي 30 غرام ديال اللوز اللي اللي يعني بالقشره ديالها محمصه حتى هي، وقطعتها طريفات صغارين باش كتعطي واحد القرمشه كيجي بنين هذا بحال هكا. وحتى هاد تقدروا تزيدوا ليها حتى الخروب الا بغيتوا. سمحوا لي راه حتى مع الليل كنسجل في الليل العيا. مهم كنعمر في القريعه ديالي صافي. واللي زوين بزاف انا علاش اختاريت نوجد هادو كاملين، لانهم كيبقاو مده طويله وغادي نديهم لولدي. داكشي باش قلت نتشاركهم معكم حتى نتوما يقدروا ينفعوكم وتبغيو حتى نتوما توجدوهم للوليدات. وهنا غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدو ديال البندق لنوازات. حتى هما عندي 250 غرام، حتى هما غير غسلتهم وحمصتهم كيف ما وريتكم في الاول. حمصتهم في نفس الوقت مع اللوز باش هكذا كنربح الوقت صافي. وحتى هما كنبقى نطحن بشويه بشويه. والنوازات اللي زوين فيها شفتوا كتطلق الزيت بزاف يعني اكثر منهم كاملين، فما محتاجاش نزيد زيت زيتون، ولكن غدا نزيد زيت الزيتون باش اولا المنافع ديالها، ثانيا باش كتحافظ لنا على هاد الباتا تارتيني. وبالنسبه هنا باش حليت بشراب القيقب او لو سيرو ديغابل باش حليت، يعني كيجي بنين بزاف مع البندق صافي. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي الملمس ديالها، يعني المذاق ديالها كيجي بنين بزاف. هذا محبب عند الوليد بزاف بزاف. غنزيد ليها، راه ممكن تخليوها غير هكذا، انا غنزيد ليها الكاكاو. داك المذاق ديال الكاكاو راه عارفين بانه محبب عند يعني الصغار والكبار. وديك القبيسه ديال الملحه ما تنساوهاش الا بغيتوا، راه ممكن الا كانت عندكم الملحه حرشه بزاف ممكن تطحنوه في الاول صافي. وكنخلط مزيان. وها النوتيلا صحيه. هذه انا خليتها شويه خفيفه، راكم شفتوا طلقات بزاف. بالنسبه هنا استعملت غير 50 مليليتر ديال زيت الزيتون، 250 غرام ديال البندق نوازات، و 50 مليليتر ديال زيت الزيتون. راه زيت الزيتون راه ممكن شي مرات راه ما تنديروش في هاد الوصفه هذه، غير دابا انا فضلت انني نزيدو باش تبقى مده طويله. دابا غندوز باش غادي نوجد هاد. هنا عندي 125 غرام ديال الزريعه ديال نوار الشمس، و 125 غرام ديال الزريعه ديال القرعه او القرع الاحمر. هنا حتى هما غسلتهم وحمصتهم درجه الحراره، درت غير 120 هنا وخليتهم كيتحمصوا على خاطرهم. هنا غادي نطحن بشويه بشويه، وهنا ما غاديش نطحنهم بزاف. من الاحسن ما هادو، لان هادو حساسين بزاف، من الاحسن من حيت لي ملي كنبقاو نطحنوا بزاف كان درجه الحراره في الروبو الداخل كتطلع، ففضلت انني ما نطحنهمش بزاف، يعني غير طحنتهم بحال بودره فما بقيتش كنطحنهم حتى حصلت على الزيت. وبالنسبه لزيت الزيتون استعملت 100 مليليتر ديال زيت الزيتون، معلقه ديال الكاكاو. غادي نزيد حتى الخروب باش يعطيني واحد المذاق زوين. زدت معلقه ديال الخروب.
والعسل، زد داكشي اللي بقى ديال العسل. مهم راه الخروب كيعاون في الحلاوه. ومن بعد راه مشيت زدت عسل اخر، لان هاد الزرارع هادو راه ما كي بصراحه ما كيعجبهم ولادي، ما كيعجبوهمش بزاف. فانا ملي كنغطيهم هكذا بالكاكاو وكنزيد ليهم العسل، فما كيعرفوش شنو كاين في هاد البطاطا اختيني. واخا المنظر ديالها يعني الا بغيتها تجي يعني اللون ديالها اسود، فخاصني نزيد معلقه اخرى، ولكن غدا نزيد المروره. فلذلك حبست هنايا معلقه الله يجعل البركه، وهنا زدت ليهم هذوك الحبيبات ديال الشوكولا حتى هي كتزيد تفتح الشهيه ويبغيو. يعني تقدروا تاخذوا غير الشكلاط تقطعوا طريفات صغارين وتزيدوه صافي. وغدا نعمرها في القرعه وحتى هي كتبقى مده طويله، تقدر تبقى حتى لشهر. وصافي ها هما الوصفات بربعه وجدوا. نتمنى ان شاء الله تجربوا، يعني كل واحد يجرب، يعني ماشي بالضروره تجربوهم كاملين، يعني كل واحد يجرب اللي عجباتو. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.